الفصل الثاني الاعدادي. اهلا ومرحبا بكم، ورجعنا لكم تاني فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات. النهارده هناخد تمارين متنوعه من ساعه ما درسنا من متوسطات المثلث لغايه المثلث المساوي الساقين. ونبدا بسؤال اكمل: زاويتي القاعده في المثلث المتساوي الساقين من هم؟ سمعكم بتقولوا متطابقتين. ميم، إذا كانت ميم نقطة تقاطع متوسطات المثلث ألف ب ج د، فإن ألف د بيساوي قد إيه من ألف ب؟ لو جينا نرسم مثلث اسمه ألف ب ج، وآدي ميم نقطة التقاطع بتاعت المتوسطات، ألف د ده كله تلات أجزاء. طيب يبقى ألف د ده تلاتة، وألف ميم كام جزء؟ جزئين، عشان نقطة التقاطع بتقسم بين اتنين إلى واحد من جهات الرأس. يبقى إذا أ د 3 على 2 من أ م. طول الضلع المقابل للزاوية 30 في المثلث القائم، سمعكم كلكم بتقولوا طول الضلع المقابل للزاوية 30 يساوي، طالما قال لي يساوي نص طول وتر هذا المثلث. سؤال تاني: إذا كان قياس إحدى زوايا المثلث المتساوي الساقين 60، خلي بالك المثلث متساوي الساقين، واحدة من الزوايا بتاعت القاعدة 60، هتبقى التانية كام؟ 60. طيب يبقى أكيد زاوية الرأس هي كمان كام؟ 60. المثلث اللي قياس زوايا كل زاوية من زواياه 60 درجة هيسمى مثلث إيه؟ متساوي الأضلاع، زوايا متطابقة. نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبة كام إلى كام من جهة الرأس؟ لسه قايلين من جهة الرأس 2 إلى 1، ولو قال لي من جهة القاعدة يبقى 1 إلى 2. ناخد سؤال اختر: إذا كان قياس زاوية رأس المثلث المتساوي الساقين 80، تعالوا كده بصوا معايا، آدي زاوية الرأس 80. طيب قال لي زاوية القاعدة، واحدة من القاعدة هتبقى كام؟ لما يكون مديني الرأس بقول له 180 ناقص 80 هيديني الاتنين بتوع القاعدة، أقسم على الاتنين هيديني كل واحدة ب 50 درجة. تمام؟ عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الساقين، مثلث المتساوي الساقين ليه محور تماثل واحد، لكن متساوي الأضلاع 3 والمختلف الأضلاع 0، ملوش محاور تماثل. طول المتوسط المرسوم من رأس القائمة في المثلث المتساوي الساقي في المثلث القائم الزاوية بيساوي قد إيه من الوتر؟ ربع ولا نص ولا تلت ولا تلتين؟ لا سامعاكم بتقولوا لي المتوسط المرسوم من رأس القائمة بيساوي نص طول وتر هذا المثلث. طيب يلا بينا ناخد سؤال من أسئلة البرهان. سؤال لذيذ على المتوسطات: مثلث ا ب ج قائم الزاويه في ب، قياس زاويه ج ب 30 درجه، في د منتصف ا ج و ه منتصف ب ج و ا ج كله ب 9 سم، اوجد طول ب د و ب م و ا ب. طيب يلا بينا نشوف، اما جاب لي سؤال عن المتوسطات لازم اقول له ان في متوسطات وفي نقطه تقاطع، ازاي؟ هو اول حاجه قال لي د المثلث ا ب ج قائم في ب، ود منتصف ا ج، يبقى على طول ب د بتقولوا لي ايه؟ ها؟ ب د متوسط، ولسه قايلين المتوسط الخارج من راس القائمه نص الوتر، ويبقى كده جبنا ب د اول مطلوب نص التسعه 4.5. هقولها مرة تاني: بما أن المثلث ا ب ج فيه قياس زاوية ب بيساوي 90 درجة و د منتصف ا ج، إذا إيه يا ولاد؟ إذا ب د ده متوسط، إذا ب د متوسط و ب د هيساوي ايه يا ميس؟ هيساوي نص الوتر ا ج متوسط خارج من راس القائمه، يبقى ب د هيساوي نص التسعه هيساوي 4.5 سم،
وابقى انا كده جبت لكم اول مطلوب الطول ب د. طب ب ب مين؟ هقول له بما ان ب د المتوسط ده تقاطع ا ه في نقطه ايه؟ مين؟ يبقى مين نقطه ايه؟ تقاطع متوسطات المثلث ا ب ج نسبتها بما ان د منتصف ا ج و ه منتصف ب ج و ا ه تقاطع ب د في مين؟ و ا ه تقاطع ب د بيساوي مين؟ اذا مين ايه؟ اذا مين نقطه تقاطع متوسطات المثلث ا ب ج. طيب كده عندنا نقطه تقاطع، يبقى ب مين قد ايه من ب د؟ احنا عرفنا ان ب د كله 4.5. طيب يبقى ب مين جزئين وب د كله 3 اجزاء، يبقى ب مين تلتين ب د هيساوي تلتين في 4.5 هيطلع ب 3 سنتي. قد كام؟ لحظه. ايوه تمام 3 سنتي. تمام؟ يبقى هقولها تاني، ب م تلتين ب د وب د كله 4.5، يبقى تلتين في 4.5 هيديني 3 سنتي. كده جبت ب د وجبت ب م. فاضل ا ب. ا ب ده الضلع المقابل للزاويه 30، يبقى الضلع المقابل للزاويه 30 هيساوي نص طول الوتر ا ج، هيبقى ا ب هيساوي نص ا ج نص 9 4.5، واقول له طول الضلع المقابل للزاويه 30 نص طول الوتر، وبكده انا ابقى جبت الثلاثه المطلوب اللي هو طالبهم، طول ب د وطول ب م وطول ا ب. ناخد سؤال تاني كده من اسئله البرهان. عندي في الشكل المقابل ده ا ب بيساوي ا ج بيساوي ج د بيساوي ا د، وعندي قياس زاوية ب ا ج نكتب عليها 40 درجة. المطلوب اوجد قياس زاوية ب ج د، ب ج د كلها. لو ملاحظين ان ب ج د مقسومة لجزئين، جزء في المثلث ا ب ج وجزء في المثلث ا ج د. طب انتم ملاحظين حاجة، لو بدأنا بالمثلث ا د ج، شايفين العلامات دي على الأضلاع الثلاثة؟ معناها ايه؟ معناها ان المثلث ا د ج ده مثلث متساوي الاضلاع، وده اللي هبدا بيه، اقول له المثلث ا د ج متساوي الاضلاع. طب المثلث المتساوي الاضلاع قلناها في اكمل زوايات 3 متطابقه وقياس كل زاويه 60 درجه، يبقى هنبدا البرهان بالمثلث ا د ج. اقول له بما ان المثلث أو المثلث ا د ج فيه ايه؟ فيه ا ج بيساوي د ا هيساوي د ج، إذا قياس زاوية د هيساوي قياس زاوية د ا ج هيساوي قياس زاوية د ج ا هيساوي 60 درجة، زوايا متطابقة وقياس كل منها 60 درجة، ودي اللي تهمني. طب نروح على المثلث المتساوي الساقين، شايفين إن ا ب كمان بيساوي ا ج، تبقى زاويتي القاعدة متطابقتان ومتساويتان في القياس يا أولاد، يبقى نبدأ بالمثلث ا ب ج، فيه ا ب بيساوي ا ج مثلث متساوي الساقين. سامعاكم بتقولوا لي اذا قياس زاوية ب هيساوي قياس زاوية ا ج ب، صح يا ولاد؟ هيساوي كام؟ هيساوي 180 ناقص زاوية الرأس 40، هيديني الاتنين بتوع ايه؟ القاعدة. هقسم على الاتنين هيديني كل واحدة ب70 درجة، يبقى قياس زاوية ا ب ج
هتساوي قياس زاوية ألف جيم ب هيساوي 70 درجة. الإثبات الأولاني إن أنا جبت جزء من جيم ب60 وجبت الجزء الثاني ب70، أنا عايزة زاوية جيم كلها، إذن قياس زاوية ب جيم د هيساوي إيه يا ولاد؟ هيساوي ب جيم أ زائد أ جيم د، قياس زاوية ب جيم أ زائد قياس زاوية أ جيم د، صح كده؟ صح يا ميس. هنجمع ب جيم أ جبناها ب70 درجة و أ جيم د جبناها ب60 درجة، هنجمعهم هيديني المطلوب زاوية ب جيم د 180 درجة، وهو المطلوب إثباته. وكده يبقى انتهى الفيديو بتاعنا، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.